السيفتي فولف احنا عارفين ان ده بارير بيحمي البايبنج والبريشر فيسل من الاوفر بريشر اللي ممكن يحصل داخلهم ناتج من الاوبريشن. طيب السيفتي فولف ده هيحمينا يعني ايه؟ يعني لما بيزيد الضغط داخل البايبنج او داخل البريشر فيسل لقيمه اسمها اوفر بريشر، السيفتي فولف المفروض ان هو يفتح ويعمل ريليز للبريشر بحيث ان هو ينخفض البريشر داخل الماسوره او داخل البريشر فيسل نفسه لقيمه اقدر ان انا ايه اطمن ان ايه ان مفيش مشكله كبيره هتحصل ل الاسيد ديت اذا كان بايبنج او بريشر فيسل من حاجه اسمها اوفر بريشر. تعالوا نشوف مع بعض كده، احنا عندنا نوزل، عندنا دي فلانج، كويس، ده البادي بتاع السيفتي فولف، راكب عليه الجزء اللي فوق ده اسمه البونت. الاجزاء دي كلها بتتعامل مع بعض بمعادله. المعادله دي انا عندي الجزء ده النوزل، السيت، الديسك والسبرينج والبونت والبادي. خلي بالكم من الجزء ده اللي فيه البولت ده، في بعض الانواع السيفتي فولف لازم يكون فيه البولت راكب، وفي بعض الانواع البولت ده مفروض ما يبقاش راكب، وده من الاكسترنال انسبكشن بتاعك ومراجعتك لنوع السيفتي فولف تقدر تحدد اذا كان البولت ده ميسنج او البولت دوت مش مفروض يكون في مكانه. اول حاجه في السيفتي فولف دي اللي هي الكونفنشنال، احنا عندنا النوزل هنا، النوزل دي مرتبطه بالبايبنج ومرتبطه بالبريشر فيسل، معناها ان البريشر اللي جوه النوزل هنا في الجزء الاحمر ده، البريشر ده يعادل البريشر اللي موجود جوه البايبنج او البريشر فيسل. تمام. اللون ده بقى تاني، ده بيكون جواه بريشر، ده جاي من الباك بريشر، السيفتي ممكن يكون فيه باك بريشر زائد البريشر جاي من السبرينج. فتعال نشوف المعادله، قيمه البريشر اللي موجوده عند النوزل لازم ان هي تساوي قيمه الباك بريشر زائد السبرينج بريشر. تمام. طب لو احنا ما عندناش باك بريشر، يبقى البريشر اللي جاي من البايبنج او البريشر فيسل لازم ان هو يعادل البريشر اللي جاي من السبرينج. البريشر اللي موجود في الجزء ده عند النوزل لما بيزيد عن قيم احنا بنحددها طبقا للداتا شيت بتاعتها، ايه اللي بيحصل؟ ان هو بيعمل دفع للديسك، معناها ان قيمه البريشر اللي موجوده هنا بقت اعلى من قيمه البريشر في الاتجاه العكسي، عشان كده السيفتي بيفتح. طيب السيفتي لو نورمالي اوبند، وده ممكن يشتكوا منه بعض الزملاء، ده معناها ان البريشر اللي موجود في النوزل ده هنا اعلى من البريشر هنا فعلى طول فاتح، او ان الفورس اللي جايه من السبرينج ومن الباك بريشر اعلى من قيمه البريشر اللي انا محتاجها عشان افتح بيها الديسك، فعمره ما هيفتح. فاذا انا مفروض في المعادلة اكون عارف قيمة النورمال بريشر بتاعة الجزء ده لما بيزيد الضغط لقيمة اسمها اوفر بريشر اللي احنا بنعرفها من الداتا شيت اسمها السيت بريشر. السيت بريشر هنا مفروض لما بتكون اتحققت معناها ان هي الفورس او البريشر اللي موجود هنا لازم يكون اعلى من الفورس اللي جايه من السبرينج والفورس بلس الفورس اللي جايه من الباك بريشر، فالسيفتي يفتح. لكن طول ما البريشر اللي موجود في الجزء الاحمر ده ما وصلش لقيمه الاوفر بريشر اللي هي السيت بريشر، فالسيفتي المفروض ما يفتحش، لان المعادله تتحقق الضغط هنا يساوي الضغط من الناحية العكسية. الديسك ده بقى هو اللي واقع عليه الفورس، واقع عليه اتنين فورس، اول فورس واقع عليه من السبرينج، تاني فورس واقع عليه من الباك بريشر. وزي ما حضراتكم شايفين ده من النوع ده من السيفتي، الباك بريشر بيملى كل الجزء الداخلي
للسيفتي، يعني بيملى البادي وبيملى البونت. عشان كده المسمار ده مفروض يكون موجود في مكانه. لو مش موجود يبقى انا في قيمه للمعادله ما بتتحققش. لو في باك بريشر فممكن يحصل تسريب من هنا، او بيحصل ان تفريغ للباك بريشر نسبه من الباك بريشر، فالسيفتي ممكن يكون فاتح على طول ويكون هو ده السبب. فده الحاجه اللي حضراتكم لازم بتراجعها كويس جدا قبل ما تعمل كالبريشن للسيفتي فولف، ان انت هل في باك بريشر بقى ضروري لازم تحققه في الاختبار. ليه؟ لان قيمه الباك بريشر زائد قيمه السبرينج هي اللي هتعادل قيمه الاوفر بريشر بتاع النوزل. لو حضرتك في الاختبار ما حققتش الباك بريشر لو هو مطلوب، فده معناها ان انت بتخلي كل الفورس جايه من السبرينج. تمام. بعد ما تحطه ان بليس في مكانه على البايبنج بريشر فيسل هيبقى فيه باك بريشر، فمعناها ان الفورس اللي جاي على الديسك من بره بقت اكبر من المطلوب. طيب لما تكون اكبر من المطلوب معناها ان الجزء اللي هو الاحمر ده لما يزيد الضغط في المواسير البايبنج او في البريشر فيسل لقيمه الاوفر بريشر او السيت بريشر، مش ايه؟ مش هيعمل ريليز للبريشر، لان هنا بقت القيمه ديت اقل، او الفورس هنا بقت اقل من الفورس العكسيه، لان احنا زودنا من قوه السبرينج ولما حطناه ان بليس دخل عليه قوه زياده اسمها الباك بريشر، بقى مجموع الاثنين اعلى من السيت بريشر، فممكن السيفتي ما يفتحش. فده اللي ممكن حضرتك تواجهه، ولما تلاقي مشكله ان الضغط زاد والسيفتي ما فتحش، طب ايه المشكله؟ فلازم حضرتك في الاختبار. الموضوع في الاختبار مش موضوع ان انت بتروح تجيب سيت بريشر من الداتا شيت وتروح الورشه وتحققها وتزود الضغط من هنا والضغط فعلا فتح عند السيت بريشر، فخلاص السيفتي ده بقى سليم واقدر ارجعه مكانه. لا، انت ممكن تعمل كل الكلام ده فعلا والسيفتي يفتح عند السيت بريشر، لانك حاطط الفورس العكسيه المكافئه ليه من السبرينج بس، لكن لما يروح في الموقع بتاعه يضاف عليه الباك بريشر فيزيد الفورس اللي في الجزء ده يزيد على السبرينج، فلما يحصل اوفر بريشر ما الديسك ما يفتحش وما يحصلش ريليز للبريشر. شكرا.